السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن تعليم جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في الحلقات السابقة تحدثنا عن فقه العبادات، وأكدنا بأن كل العبادات كان المعلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل، هو الذي علمه كيف يتوضأ، وعلمه كيف يصلي، وعلمه كيف يغتسل، وعلمه كيف يحج ويعتمر. وإن شاء الله تعالى سوف نستمر في فقه العبادات، نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف كان يتعبد ربه. كل هذه الأحاديث النبوية الشريفة المرتبطة بفقه العبادات الذي علمها لرسول الله هو سيدنا جبريل، هو الأستاذ الأول. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن جبريل وسماه بالروح الأمين، فقال جل جلاله: نزل به الروح الأمين، لأن الله تعالى أمده على الوحي فكان لا يزيد فيه ولا ينقص. ووصفه قائلا: ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي أن سيدنا جبريل كان بمقدرة قوية لأداء ما كلف به، فهو أقوى الملائكة على الإطلاق، بل قال فيه: علمه شديد القوى، بمعنى أن جبريل كان قويا على إيصال الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع الشياطين أن يختلسوا منه أو يدخل فيه ما ليس منه. كل هذا من باب حفظ الوحي وتبليغه للبشرية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاقة وطيدة بجبريل، أستاذه ومعلمه وقدوته، فكان كل ما بلغنا به من الوحي ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله، بالإضافة إلى القرآن العظيم كله، حتى الصلاة وحتى الصيام وحتى الحج وحتى الوضوء وحتى كل العبادات، إنما كان يعلمها جبريل يفعل والنبي من خلفه يقلد ونحن نتبع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فكان الوحي لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يسمع أصوات وهواتف قوية من السماء، ومرة يأتي له جبريل في صفة رجل ويكلمه. أول لقاء كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل كان في غار حراء عند بداية نزول الوحي. جاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 3 مرات، ثم قال له في الختام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت العلاقة مثل الأستاذ والمعلم مع الطالب أو التلميذ، فكان سوف يعلمه: اقرأ يا محمد، رغم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، اقرأ باسم ربك. وتأمل في ملكوته، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، سيكرمك الله تعالى إذا تعلمت القراءة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
أعطاه أداة التعليم وهي أن القلم يقال بأن العلم صيد والكتابة قيد، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا صارت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ، بين جبريل وسيدنا محمد عليه السلام. ولما رآه على صورته رآه له 600 جناح. لما سئل قال رأيته عند سدرة المنتهى وله 600 جناح، جناح واحد منها يسد الأفق، ينتشر من ريشه تهاوين الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله، بمعنى أن هذا الملك عظيم الشأن. وكل مرة كان سيدنا النبي يجده في صفة، ولعل رآه مرتين على صورة الحقيقية ورآه مرات متعددة في صورته البشرية. كان يأتيه غالبا في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، وهذا الصحابي كان يضرب به المثل في حسن الصورة، كان يلقب بيوسف هذه الأمة لجماله. وكلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر له جبريل مرة على صورة أعرابي من الجفاة، تخطى كل الناس ووصل عند رسول الله حتى استغرب منه الصحابة في الحديث المشهور الذي قال له عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. قال سيدنا عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ثم قال: أخبرني عن أشراط الساعة. أسئلة طويلة جدا، والناس متعجبون كيف هذا الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي الغريب. فلما ولى قال سيدنا النبي: إنه جبريل جاءكم أو أتاكم ليعلمكم دينكم. فكان سيدنا جبريل هو المعلم الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي أمي، لم يقرأ ولم يكتب، لم يدرس في مدرسة ولا في معهد، ولم يتخرج من جامعة، لم يعلمه بشر، وإنما علمه شديد القوى، علمه الروح الأمين جبريل عليه السلام. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أي شيء وهو لا يدري، كان يتوجه بالسؤال لجبريل عليه السلام. أي مسألة في الدين، في الأخبار، في الغيب، إذا سئل عنها النبي الكريم وهو لا يدري يتصل بجبريل ويقول: أريد منك الجواب. فإذا كان جبريل يعلم الجواب علمه مباشرة، وإذا كان جبريل نفسه يجهد الجواب كان جبريل عليه السلام يتصل بربه علام الغيوب ويطلب منه المساعدة. مثلا من الأحاديث الواردة في هذا المجال أن عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ أي البقاع خير؟ قال: لست أدري. فقال: وأي البقاع شر؟ قال: أيضا لست أدري. فقال الرجل: إذن اسأل ربك. فلما نزل جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، إني سئلت عن أي البقاع خير وأي البقاع شر. فقال جبريل: وأنا أيضا لست أدري حتى أسأل ربي. فانتفض جبريل انتفاضة كاد أن يصعق منها سيدنا محمد، وصعد إلى ربه وأخذ الخبر في رمشة عين، فجاء بالخبر وقال جبريل: يا محمد، خير البقاع المساجد، خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق، شر البقاع الأسواق.
لأن في المساجد الناس يطلقون الدنيا ويأتون خاشعين لله رب العالمين للصلاة والسجود والذكر والاستغفار. أما الأسواق فالناس يأتون إليها متلهفين، كل منهم يريد أن يربح وكل منهم يريد أن يجني. فقال: خير بقاع المساجد وشر بقاع الأسواق. علاقة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة وطيدة جدا، حتى إن النبي الكريم كان إذا أصابه مرض أو إذا أصابته شدة أو كرب كان جبريل يتدخل، بل كان يرقيه. لطالما رقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، فقال: يا محمد اشتكيت؟ فيقول: نعم. قال: تعال أرقيك. فيقول جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقية أول من استعملها هو جبريل، استعملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم صار النبي الكريم يرقي بها غيره. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ودور الأكبر لجبريل عليه السلام هو تنزيل القرآن، تنزيل القرآن على قلب النبي الكريم وتثبيت قلبه على الأحكام. فكان كل يوم تقريبا ينزل عليه بخمس آيات، كل يوم خمس آيات، كل يوم خمس آيات. جبريل هو الأستاذ المعلم، وسيدنا النبي هو التلميذ الطالب. فكان القرآن الكريم ينزل على النبي الكريم غضا طريا، ويشرح له جبريل معانيه، يفسر له معانيه، وكان يعارضه القرآن كل رمضان، كل رمضان كان يعيد عليه عرض القرآن، حتى إذا كانت السنة الأخيرة من رمضان من عمره عرض عليه القرآن مرتين. كان سيدنا النبي يتلقى القرآن من جبريل بما يسمى بطريقة العرض والسمع، العرض والسمع، جبريل يعرض والنبي الكريم يستمع، حتى إذا ما حفظ النبي الكريم سيدنا النبي هو يعرض وجبريل يستمع. هذه ما تسمى عند حافظة القرآن وفي الكتاتيب القرآنية تسمى بطريقة العرض والسمع. فكان جبريل خير معلم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي إذا أراد الصلاة خصوصا قيام الليل كان دوما يستعين بالله، وإذا أشكل عليه أمر كان يستشير جبريل. وكان في دعائه في الافتتاح لصلاة الليل لما يقوم بين يدي رب العالمين والناس نيام كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. كان سيدنا النبي يفتتح الصلاة بهذه الأذكار تسمى بالافتتاح، ويخصص هؤلاء الملائكة الثلاثة جبريل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا؟ لأن لهم منزلة وشرف عظيم عند الله تعالى. فكان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ونحن إن شاء الله تعالى سوف نريد أن نصحح علاقتنا بالعبادات، فقه العبادات، كيف كان النبي الكريم يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، سوف نتعلمها ونحن نستحضر تدخل جبريل عليه السلام في التعليم. مثلا حينما افترض الله الصلاة على المسلمين وفرضها على رسول الله، سيدنا النبي كيف يصلي؟ لا يدري. جاءه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين. أول ما فرضت الصلاة، لما ربنا عز وجل فرض الصلاة، سيدنا جبريل جاء سيدنا النبي قال: قم قم.
ما يدري ما يفعل. أول شيء هبز جبريل بجناحه جبال مكة فانفجرت عين، فتوضأ جبريل، صار جبريل يتوضأ والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة. ثم بعده بدأ سيدنا الرسول يتوضأ كما رأى جبريل يتوضأ، ثم قام جبريل فصلى به، وصلى النبي الكريم بصلاته، ثم انصرف جبريل وقال يا محمد هكذا الوضوء وهكذا الصلاة، هكذا الوضوء وهكذا الصلاة. أول مرة صلى به ركعتين، وبعد ذلك جاء جبريل كل مرة يعلم سيدنا النبي أحكام الصلاة. يقول في الحديث نزل جبريل فأمدي فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه، كان سيد النبي يحسب بأصابعه خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، هكذا كان يعلم جبريل عليه السلام. وكان يعين له الوقت لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الوقت الذي نصليه ما سره، ما حقيقة أمره، هو من عند الله، فربنا هو الذي اختار هذا الوقت. في الحديث لما افتتت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثلهم، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الأخيرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر. ثم جاءه في اليوم التالي، اليوم التالي جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس، ثم صلى به العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الصبح مسفرا غير مشرق، ثم قال يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس. هذا الحديث يبين أن سيدنا جبريل أراد أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فجاءه في يومين متتاليين، في اليوم الأول صلى به في أول وقت الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول وقت، وفي اليوم التالي صلى به في آخر الوقت ليعلمه وينبئه بأن الصلاة هي في ما بين الوقت، فيما بين هذين الوقتين، يعني أن هناك وقت موسع ووقت مضيق حتى لا يضيق على الأمة، هناك من يصلي في أول الوقت وهناك من يصلي في وسط الوقت وهناك من يصلي في آخر الوقت، قد يكون عند الناس أشغال ومشاغل وضرورات فلا يستطيع أن يصلي في أول الوقت، قد يصلي في آخر الوقت، كله جائز لا يخرج عن الوقت المشروع. طبعا الوقت الأول هو الأفضل لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وكان جبريل عليه السلام دائما إذا سأل النبي الكريم عن شيء علمه، حتى إنه مرة سيدنا النبي كان يصلي بالناس فسهى في الصلاة، بينما هو يصلي صلى الظهر ركعتين وسلم، فخرج سرعان الناس فقام رجل يسمى ذو اليدين وقال يا رسول الله هل قاصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال إذا نسيت. فقال الصحابة يا رسول الله لقد صليت فقط ركعتين في الظهر وهي أربع ركعات، فعلم أنه سهى، فجاء جبريل عليه السلام وقال يا محمد إن الله تعالى هو الذي جعلك تسهى في صلاتك ليشرع لأمتك سجود السهو. فقال محمد يا جبريل وكيف هو سجود السهو؟ قال سأصلي بك وأنت صلي بالناس، فأما جبريل رسول الله وأما رسول الله بالناس وعلمهم سجود السهو، أنه يصلي الصلاة ثم يختمها بسجدتين طويلتين فيهما الاستغفار ثم يسلم، وعلمه معظم العبادات، أي عبادة كان سيدنا النبي يسأل ورسول الله يتبع جبريل، مثلا في المناسك، مناسك الحج
قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لأن الله تعالى قال له: وأذن في الناس بالحج. ولم يعلم كيف سيحج، فجاء جبريل بدأ يعلم سيدنا النبي كيف يلبس الإحرام، كيف يرفع صوته بالتلبية، كيف يستقبل الكعبة المشرفة، كيف يستلم الحجر الأسود، كيف يطوف وهو متطبع بالرمل ويسير عكس عقارب الساعة، ثم كيف يسعى بين الصفا والمروة، وكيف يقف بين جبل عرفة، وكيف يرمي الجمرات. كل هذه المناسك المتعلقة بالحج إنما علمها جبريل عليه السلام. فكان سيدنا محمد يقول: خذوا عني مناسككم، هو يسير جبريل أمامه والناس من خلفه. فسيدنا جبريل كان نعم الأستاذ والمعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يكتفي فقط ببيان الأحكام الشرعية، بل كان جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان، كان يعلمه مقام الإحسان، الخضوع والخشوع لله رب العالمين، لأن المسألة ليست فقط عبادات شكلية، وإنما ينبغي أن تكون مرتبطة بالقلب والنية. هذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان كلما وقع لسيدنا النبي حرج أو وقعت له شدائد أو كروب كان يهدئ من روعه، وكان يعلمه أن لا يتعلق بالدنيا، وكان يعلمه أن تكون همته عالية وأن ينظر إلى الآخرة، وكان يوصيه وصايا كثيرة. كان جبريل في مثابة المعلم والأستاذ والأب الروحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى ذو مرة، هكذا وصفه الله تعالى بالروح الأمين. بذلك مثلا جاء في الحديث الوصايا الخمس التي علمها جبريل لسيدنا النبي، خمس وصايا نزل بها ملك كريم من فوق سبع سماوات من رب كريم على نبي كريم، نزل بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزأ به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه وصايا من الوصايا المهمة التي كان يعلمها جبريل لسيدنا النبي، يعلمه حلاوة الإيمان والخضوع والخشوع لله رب العالمين وعدم التعلق بالدنيا. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. فكان سيدنا النبي دائما يقول: اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات. إذا اشتدت عليه الدنيا بمشاكلها وهمها فيقول: سوف تنقضي كل هذه المشاكل وهذه الهموم حينما نرحل من دار الفناء إلى دار البقاء. كان دائما يستحضر بأن هناك الموت لابد أن يكون مستعدا له. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه. أي حب أحببته، عندك نساء، عندك متاع، عندك سلطة، عندك أموال، عندك شهرة، أي حاجة حببتها فإنه سيأتي يوم سوف تفارقها، ليس هناك دوام، لا بد أن يقع الفراق، لا بد. ثم قال: واعمل ما شئت فإنك مجزأ به. أي عمل قمت به خيرا أو شرا لا بد أن تجازى بالعمل، فلتحرص على أن تعمل الخير لتجزى به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، من أراد أن يحوز الشرف فعليه أن يقوم بالليل، من أراد أن يعطي الله الجلال، من أراد أن يعطي الله القيمة، من أراد أن يعطي الله تعالى الفضل، ماذا عليه أن يفعل؟ يقيم الليل ولو ركعتين بالليل، يعطيك الله العزة. واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إياك أن تتسول من عند الناس، إياك أن تطلب الناس المساعدة، واطلبها من رب الناس، ورب الناس فيجعل لك سببا. هكذا كانت العلاقة التي جمعت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو من البشر،
جمعته بسيدنا جبريل الملك عليه السلام. كل هذا ربنا أراد أن يبين لنا عن العلاقة الوطيدة بين السماء والأرض. فالكون كله بسمائه وأرضه بملائكته وإنسه وجنه بمخلوقاته كلها في تداغم شامل. وكلما سمى الإنسان بروحه وزكى نفسه بالطاعات إلا واقترب أكثر من مصاف الملائكة المطيعة لربها. هكذا أيها الأحباب الكرام كان سيدنا جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة سوف نتعلم فقه العبادات، كيف نصلي لله تعالى واحدة واحدة، ونستحضر كيف كان يعلم جبريل سيد النبي نصلي كما كان النبي يصلي، نفعل العبادات كما يفعلها كأنك تراها رأي العين، لكي نصحح من عبادتنا. فنحن مقبلون إن شاء الله بعد رجب ثم شعبان على رمضان، وعلينا أن نجدد الإيمان في صدورنا ونصحح الأحكام الشرعية في عباداتنا، وأيضا نزكي أنفسنا ونخضع لله تعالى ولا نتعلق بالدنيا ونجعل الآخرة أكبر همنا، حتى نجد الكرامات من عند الله والفتوحات من عند الرحمن والخيرات تعمنا أجمعين فضلا من الله وإكرما. أحبابنا في الله، سوف نفسح خطوطنا الهاتفية للإجابة عن أسئلتكم الفقهية المرتبطة بشؤون الدين والدنيا. أرقامنا كالعادة هي 05-22-88-00-60 أو 61-62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51-52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.